السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس جديد في النحو اسمه علامات إعراب جمع المؤنث الايه السالم. احنا عارفين جمع المؤنث السالم منه هو ايه؟ هو ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد، مثل معلمات، طبيبات، مهندسات. علامات إعرابه ايه؟ الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالتي النصب والجر. خلي بالك الكسرة في حالتي النصب والايه والجر. اول حاجة بنمشي واحدة واحدة كده، قلنا ان انا عندي ثلاث انواع من الجمع: جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. خدنا جمع التكسير وخدنا الإعراب بتاعه، وقلنا جمع المذكر السالم وقلنا الإعراب بتاعه. النهاردة هنفتكر جمع المؤنث السالم ونعرف الإعراب ايه بتاعه أو علامات الإعراب بتاعته. يبقى لما أجي أعرف جمع المؤنث السالم، وخلي بالك التعريف غير علامة الإعراب. تعريف إن أنا بعرفه ايه هو، فبقول إن جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين. هو ما دل على اكثر من اثنتين عشان مؤنث، عشان ايه المؤنث؟ فقلت اثنتين. طب بزود عليه ايه؟ بزود على المفرد بتاعه ايه؟ قلت شكل المفرد بيتغيرش عن شكل الجمع، عشان قلت سالم، يعني سالم مفرده من الايه؟ من التغيير. طب بعمل ايه بقى؟ بجيبه وازود عليه الف وتاء مفتوحه، الف وتاء ايه مفتوحه على المفرد. مثل ايه بقى؟ معلمات اهي اخرها الف وتاء مفتوحه، طبيبات ألف وتاء مفتوحة. معلمات المفروض في المفرد معلمة، طبيبات المفرد طبيبة، مهندسات مهندسة. يبقى بشيل التاء التأنيث اللي في المفرد وبحط بداها ألف وتاء مفتوحة. طب علامات إعرابه ايه؟ الضمة في حالة الايه الرفع، عادي الضمة في حالة الرفع. لكن خلي بالك هنا الكسرة الايه الكسرة. الكسرة امتى؟ سنة خمسة في حالتي النصب والجر. يعني لما يبقى منصوب يبقى منصوب وعلامة نصب والكسرة، مجرور يبقى مجرور وعلامة جر والايه الكسرة. ماشي، خلي بالك عشان في ناس بتغلط. يبقى الكسرة دي في حالتي النصب والايه والجر. تعالوا اما نشوف الامثلة ونبدأ نقراها مع ايه مع بعض ونعربها. نبدأ نشوف الامثلة بتاعتنا. بيقول لي اقرأ وايه وتأمل. الطبيبات مخلصات. لو انا بصيت لكلمة الطبيبات مخلصات او جملة الطبيبات مخلصات، دي جملة ايه؟ جملة اسمية، عشان بدأ بايه؟ باسم، يبقى مبتدأ وايه وخبر، مبتدأ وخبر. طب فازت اللاعبات بالمباراة، فازت فاعل، اللاعبات هنا فاعل، جمع مؤنث، بالمباراة جر ومجرور. طيب كل ده هنعربه تاني لما نيجي تحت. قرأت مجلات مفيدة، أنا اللي قرأت، قرأت إيه؟ مجلات، مجلات دي جمع مؤنث إيه؟ سالم. طيب الصدق من الصفات الحميدة، الصدق من الصفات، الصفات دي جمع مؤنث سالم. طب أنا بقى بيقول لي انظر إلى الكلمات التي تحتها خط، نجد أن الكلمات التي تحتها خط اسم. خلي بالك جمع المؤنث برضو زي ما قلنا أنواع الجمع اللي قبل كده لازم تكون إيه؟ اسم. طب جمع المؤنث اللي عندي ده ايه؟ اسم، تنتهي بألف وتاء ايه مفتوحة. فهذه الكلمات تسمى جمع مؤنث ايه سالم، جمع مؤنث سالم. الطبيبات مخلصات دي جمع مؤنث سالم، اللاعبات جمع مؤنث سالم، مجلات جمع مؤنث سالم، الصفات جمع مؤنث سالم. طب نيجي نشوف الإعراب بقى. بيقول لي انظر إلى المثال الأول، كلمة الطبيبات. احنا اتفقنا ان الطبيبات مخلصات دي مالها؟ جملة اسمية، يبقى عندي مبتدأ وايه وخبر. يبقى كلمة الطبيبات تعرب ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث ايه سالم. طب مخلصات تعرب ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث ايه سالم. طب نبص للمثال اللي بعده، فازت اللاعبات. كلمة اللاعبات تعرب ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. يبقى فازت اللاعبات، مين اللي فازت؟ اللاعبات. يبقى اللاعبات تعرب فاعل ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه ايه الضمة. ليه؟ لأنه جمع مؤنث ايه سالم.
طب المثال اللي بعده، قرأت مجلات، أنا اللي قرأت مجلات، هي المجلات اللي قرأت نفسها؟ لا، أنا اللي قريتها، يعني وقع عليها فعل الفاعل، تعرف إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ خلي بالك أهو، نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم، علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. طيب الصفات، كلمة الصفات، الصدق من الصفات، الصفات تعرف ايه؟ اسم مجرور وعلامة جر الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يبقى زي ما أنا قلت قبل كده، إن علامات إعراب جمع المؤنث السالم الضمة في حالة الرفع، والكسرة في حالتي النصب والايه؟ والجر. نشوف القاعدة وناخد تدريبات. القاعدة بتقول ايه؟ جمع المؤنث السالم اسم يدل على أكثر من ايه؟ من اثنتين. يصاغ جمع المؤنث السالم بإيه؟ بزيادة ألف وتاء على مفرده. جمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه وجره الإيه؟ الكسرة. بص بيقول لي اعرب، نشوف تدريبات، اعرب ما تحته خط فيما يلي: ترك النسمات في فضل. النسمات هنا مالها؟ مين اللي بترك النسمات؟ يبقى النسمات مالها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. تمام كده سنة خمسة. طب الممرضات رحمات، جملة إيه دي سنة خمسة؟ جملة اسمية. يبقى الممرضات مالها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. طب رحمات، ممرضات مالهم؟ رحمات. يبقى خبر، خبر ماله؟ مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. تمام كده، يبقى اهو في حالة الرفع سواء فاعل سواء مبتدأ سواء خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم. شكر المدير المدرسات، الشكر المدير، المدير شكر، شكر مين؟ المدرسات. يبقى المدرسات دي مالها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث ايه؟ سالم. يبقى المدرسات اهي مفعول به، ماله؟ علامة نصبه ايه؟ الكسرة. ليه يا سنة خمسة الكسرة؟ عشان جمع مؤنث ايه؟ سالم. يخرج الناس الى المتنزهات، متنزهات الى حرف جر، يبقى المتنزهات ايه؟ اسم مجرور وعلامة جر الكسرة انه جمع مؤنث ايه؟ سالم. يبقى انا كده عرفت ان جمع المؤنث السالم اسم وعلامة اعرابه الضمة والكسرة، الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالتي النصب والإيه؟ والجر. طيب بتبقى علامته إيه؟ إن هو آخره إيه؟ آخره ألف وتاء مفتوحة، آخره إيه؟ ألف وتاء مفتوحة. وزي ما قلت لك إن الشكل المفرد ما بيتغيرش، لو أنا شلت الألف والتاء المفتوحة هحط بدلهم التاء المربوطة اللي هي علامة الإيه؟ التأنيث، عشان ما حدش يقول لي ما أنت شلت التاء المربوطة دي، ولا شلت التاء، لا، ده التاء المربوطة دي علامة التأنيث في المفرد. علامة التأنيث فين؟ في المفرد. ماشي يا سنة خمسة؟ يبقى كده علامة التأنيث في المفرد التاء المربوطة، علامة التأنيث الجمع المؤنث السالم الألف والتاء المفتوحة، علامات إعرابه ايه سنة خمسة؟ الضمة في حالة الرفع، الكسرة في حالتي النصب والإيه؟ والجر. طيب نفتكر مع بعض كده، جمع التكسير كان علامات إعرابه إيه؟ علامات إعرابه الضمة في حالة الرفع، الكسرة في حالة الجر، الفتحة في حالة النصب. طب علامات إعراب جمع المذكر السالم الواو والياء، الواو والياء إمتى؟ الواو في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والإيه؟ والجر. وآخر حاجة في الجمع، جمع المؤنث السالم علامات إعرابها إيه؟ الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالتي الايه؟ النصب والايه؟ والجر. ماشي كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.